واش غادي نقول لك اخوانا؟ راه ما كنتش هنايا وجيت دابا نبوس الكره. الدراري اللي كانوا مولا دربنا شي حاجه اللي ما عمرنا شفنا شي حاجه ديال اللعيب، لا هشام اللي باقي دري صغير كيقرا عنده الباكات العام، لا اسم محمد، لا ياسين، شي حاجه اللي كنا كنعيشوا معاهم ما عمرنا نساوهم دوك الدراري بزاف. صراحه مش نقول لك تكوينا من ناحيه كامل الرجاوين كاملين كنمشيو نتفرجوا، ولكن باش تجي واحد النهار واحد اللقطه وما تلقاش ولاد الدربكم نقصوا منك راه شي حاجه كثيره. نتمنى انك تكون انت مشيتي معاهم ولكن ما تبقاش بلا بهم. واش غنقول لك؟ احنا خويا سنا في البزر، جاو عندنا الاخوان في البزر، جاو بان قالوا لنا راه الدراري راه داروا واحد الحادثه ديال الصيف، وحادثه مؤلمه. اش غنقول لك؟ ما عندك ما تقول، الانسان ما كاتب. شفتوا شي واحد بالصباح؟ اي واحد دا الدراري سد معاهم، كان باغي يمشي معاهم وحبسوه ما بغاوش يديو معاهم. وسبحان الله العظيم اش غنقول لك؟ هذوك ماتوا بحادثه والاخر مات في الدار عادي، موته عاديه في الدار مكتاب عليهم. مات عادية، موت عادية، ماشي بشي حاجة اللي في لقات أمه في الصباح، لقات أمه توفي. حبسوه كاع تا هو، هذاك راه كاع قالوا لي ما نقدروش نهزوك لأن كانوا غادي واحد راك عارف الدراري غادي هذا ما بغاوش يديو معاهم. كيفاش كانوا كيتعاملوا معاهم؟ والدراري الله يعمرها دار، اش نقول لك؟ راه عمرها الجزورة كاملة، اش نقول لك؟ راه الله يعمرها دار، ماشي اش نقول لك؟ الدراري ما نقدرش نقول لك. خويا الناس أنا وخويا كانوا عزاز علينا بزاف، فهمتش؟ بارك سيدي فهمتش؟ لا يرحم هادشي اللي نقول لهم، ولكن انا مساك ما فهمتش كان المعامله ديالهم معنا بخير. الحمد لله ما كاينش شي دار ولا شي حاجه، كانوا مساكن معنا بخير الحمد لله، والله يرزقهم الصبر مساكن ودارهم وكلشي.